بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنكمل الجزء العملي لتدريبات الوتر الثالث سول. هنبدأ دلوقتي الجزء العملي بتاع تدريب 7، زي ما قريناه في الجزء النظري. دلوقتي هنلعبه على طول على الجيتار، زي ما اتفقنا. مفهوم التدريب مكتوب بخط ايدك قدامك دلوقتي بخط واضح، وتبقى عارف النغمات اللي على المدرج، بحيث هنقراها مع بعض، واحنا بنقراها هنلعبها على الجيتار. هنشغل المترونوم بتاعنا زي ما بنعمل كل مرة. هنبدأ بسرعة 80 وهنلعب التمرين مع بعض. التمرين بيقول دو مي سول مي ري سي سول سي، دو مي سول مي ري سي سول سول مي سول مي فا ري سي ري مي دو ري سي دو. التدريب دوت يعني في سنة صعوبة شوية، بحيث ان احنا بنستخدم كل النوتات اللي احنا خدناها بتاعة التلات اوتار، بس تبدأوا بسرعة بطيئة قوي، وليكن 40 60، وبعدين تزود السرعة تدريجي. بس لو لعبته بسرعة شوية تحس ان هو تمرين يعني فيه ميلودي ظريف. احنا ممكن مثلا نلعبه دلوقتي على سرعة 120 ونسمعه مع بعض. زي ما اتفقنا السرعة هتيجي كده كده، يعني بيقولك speed comes، لكن نبدأ بالراحة ونقرأ النوت صح ونلعبها صح وبالصوابع المظبوطة، ويبقى بإيدنا اليمين ماشيين ريست ستروك مظبوط. دلوقتي هندخل في التدريب رقم 8. هو تدريب صعب شوية علشان في علامات إيقاعية جديدة وفي علامات طويلة شوية، فلازم نظبط العد بتاعنا واحنا بنعد، زي ما عملنا في قولنا في الجزء النظري. في سكتة في الأول لازم نسكتها ما نلعبهاش، الرباط الزمني لازم نعده مظبوط. فهنبطئ السرعة نوصلها لليكن 70 عشان نعرف نعد صح مع بعض. نبدأ نشغل مترونوم. احنا في الأول هنقول اس دو مي فا. الاس تعبر عن السكتة لو احنا هننطقها، فهنقول اس اس دو مي فا صول 2 3 4 5. تاني صول 2 3 4 5. انا هسيب الوتر يرن. هو المشكله ان السستينابيليتي بتاعت الجيتار ما بتبقاش عالي قوي، فيعني لو هي نوته خماسيه كده او زمن 5 وحدات المفروض يبقى التيمبو سريع شويه، بس مش مشكله. احنا هنسيب الوتر يرن على قد ما نقدر، وهنعد ال5 عدات، وبعد كده نكمل النوته بتاعتنا. صول 2 3 4 5 دو مي فا صول 2 3 4 5 دو مي فا صول 2 مي 2 دو 2 مي 2 ري 2 3 4 5 مي مي ري دو 2 3 دو مي 2 صول 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 فا 2 3 4 5 مي فا صول 2 مي 2 دو 2 ري 2 دو 2 3 4 5. التدريب ممكن يلخبطك كتير في العد، لكن اعمله بالراحة. اعمله تمرين ايقاعي، خبطه على الجيتار من غير ما تعزفه. بطئ المترونوم خالص، لكن دايما يبقى فيه مترونوم علشان ما تعدش انت تغير السرعة على مزاجك. يعني ما تقولش 5 1 2 3 4 5 والواحد 2، يعني تبقى البلانش زمن هي نفس زمن الروند. لا، لازم تبقى فيه دايما حاجة مرجع ليك في الزمن. فعشان كده احنا بنشغل المترونوم معانا. هنعمل تدريب تاني على سرعة عالية شوية، هنوصل لسرعة 100 عشان نبين التمرين شوية لما يبقى أسرع شوية. Yes.
وده كان التدريب التامن. يا ريت نتدرب عليه كتير عشان نعرف العلامات الإيقاعية الجديدة اللي فيه، ويا ريت لو احنا هنلعبه كذا مرة ورا بعض نعمله لوب. ما ننساش السكتة اللي في أول مزورة، لازم نسكتها. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. نشوفكوا الفيديو الجاي.